اللي غندوز لاصوص هي الاولى. واخا غادي نديرو ما غنديروش مطيشات الحك نهائيا. غادي نشدو واحد ربعه المطيشات غادي نقطعوهم رقاقين ما نخليوش المزريعه ولا نخليوها رقيقه. غادي نشد ازير غنشد البصلات هي معاها نقطعها رقيقه مش دقيقه ما تبانش. ندير فوقنا ازير عويدات غادي ندير ورق سيدنا موسى مطحوني نجيبو السيده في دارها وطحنهم. غندير الزعتر مطحون غندير واحد المعلقه صغيره ديال السميده وغادي ندير البزار والملحه والسكينجبير. نعاود واخا ربعة المطيشات قطعين رقاقين مربعات رقاق ونورم كيفاش يطيبوا واحد الدوب. ربعة المطيشات قطعين طراف صغار بصله بشلده رقيقه ورق سيدنا موسى غبره ازير عواد والزعتر مطحون معلقه صغيره ديال السنيده شويه الملحه سكينجبير البزار. غادي نبقى ندي ونجي في هذا الشيء نشد عود ندير الطياس ومش غنبدا نضرب ونبقى ندي ونجيب زيت العود. ايه ونبقى ندي ونشحر نشحر نشحر مزيان حتى كتبان لي المطيشه ديالي دابت ما بقاتش باينه. حيت العود لما ديري مطيشه بحال شي تحي كتحمض وكتحمر ما كتجيش زوينه في لازان. هذه غتجي بنينه مع الزعتر واليازيد وسوا موسى غتجي نسمه مزيان. غادي نديها ونجيبها حتى كدوب غنبدا نضرب بالعود مزيان مزيان نقليها مزيان ما غندير فيها لا ربيع لا حتى شي حاجه. غادي نشد الكفته السيده الكميه اللي عندها ديال الكفته. غادي ديرها وغتديها وتجيبها وتديها وتجيبها مزيان وتطفي. صافي نتي الطريقه اللي عطيتكم ورق سيدنا موسى الثومه انا كندير في الثومه زيت العود الملحه فهمتي تطلقتها هي نطفيها ندهنها بالزيت. بالنسبه للازان درتي فيها قلتي لنا لي بات تير بوشون ياك هذيك كيكونوا مجعبين ياك ورا لاصوص ما درتش فيها الثومه. اييه باش يكونوا السيدات تيقول لك انت الثومه ما درتش فيها الثومه. حنا سالينا دابا لي بات ديالنا سلقناها عاديه واكثر ديما تدهن بالزيت ديما تدهن بالزيت. علاش؟ حيت الزبده راه كتجمع الزيت كتبقى. غادي نحطها نحط لاصوص ديالي دابا غندوزو لاصوص بشاميل جديده. غادي ناخذو الطحان ديالنا غنديرو فيه سكرو ديال الحليب جوج معالق كبار ديال الزبده ثلاثه المعالق ديال الدقيق وغنديرو واحد بيضه وغنديرو في الاخر واحد الجبن راه مطوف صفر اللي في العلب اعطاك ديرو حك واحد ومليحه والبزار. غادي ندورو الطحان ديالنا يدور مزيان نحل العصير. شاي تشربيها هكاك. اييه فعلا. ونديرو في كاسرونه ديالنا ونبدا نحل نحرك بالفوي ديالي. ما نخليهش يلصق تيبان لي بحال ولا كريمي. ماشي عاقد. لا كنهزو بالمعلقه بحال كريمي. ونشطو. شنو غندير دابا غنشد لازان ديالي. يعني هاد صلصة البشاميل ما كتحتاج اننا نطيبوها فوق العافيه يعني كنطحنها غير. لا طيبيها فوق العافيه ولكن ماشي طيب لا ماشي طيب. يعني هي كتحركيها بالفوي كتولي بحال الكريمه. حيت كي كيدير لاصوص بيشاميل كتجي عاقده. أيه؟ لا ما بغيناش تكون عاقده حيت غتولي بحال الكريمه سائله. غتعطي واحد المنظر زعما. يعني نديروها فوق العافيه غير شويه. غير شويه نحلوها ما نخليوهاش تشرب ما نخليوهاش تلصق يعني خاص السيدات بالفوي. غادي نشدو البلا ديالنا ديال لازان اش غنديرو؟ غنشدو لازان ديالنا نحطوها غادي نحطو لاصوص ديالنا نحطو فرماج احمر وغادي نرميو غير شويه من هاد الحشوه اللي عطيتكم هاد الكريمه وانا غادا تبقى 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 لاصوص تبقى فرماج شويه تلقى تبقى ديك الكريمه ثاني لي باتون تي غاديه غادي يبقى لك غتبقى لك الكريمه غتجي كثيره فعلا. مي غتسالي غتجي لك الكريمه كلها غتسقي بها داك لازان ديالك مزيان ياكي وغتشدي الفرماج الحمر اللي بقى لك وغديريه من الفوق. لا ما بغيناش هاد الكريمه تحمر باش يفهموا السيدات ولا الفرماج بغيناه يتحمر حيت كي كيدير لازان كيدخلها عريانه كتحمر. لا غادي نغطيها بطي الومنيوم وغندخلها للفران. ايه لكن طبي الومنيوم السيده ما تحطش على اللازان مباشرة غادي الفوق غتهزو من الفوق وغدخلها تطيب. غادي تخرجها تتبان لك الكريمه سايحه والفرماج سايح ملي كتقطعيها كتعطيك طبقات. تبارك الله عليك يعني اختارتي لنا شيوات اللي هي لذيذه وكيبغيوها الوليدات بزاف. الوليدات وما يعني زعما ما تحتاجش تجيب بزاف. ايه فعلا. وانا غير سمحوا لي حيت مريضه لا لا ما يكون بس عندك لا اختك بارك الله فيك. الحمد لله. ان شاء الله السيدات يعني هادشي اللي عطيتهم يقبلوا عليه
وراهي الشهرة بحالة بحالة معنا زعما صراحة جدا. بارك الله فيك، واكيد ان شاء الله عما قريب واحد الاسبوع باذن الله تكوني مشاركة معنا باش يعني نستافدوا من هذه الاقتراحات اللي عندك. الحمد لله كاين كل شيء، الحمد لله اللهم لك الحمد. بارك الله فيك. احنا بغينا غير المستمعات اللي بعاد اللي قراب يستافدوا. الحمد لله رحنا خوت، الحمد لله وإذاعة بارك الله فيك ولادها هادشي اللي كاين. الحمد لله رحنا معاكم، اللهم لك الحمد. الله يجازيك بالخير. تحيه كبيره لكم كاملين للسيدات كاع اللي كنعرفوا صحابتنا القدامات والجدادات، وكنتمنى لهم مسيره ان شاء الله سعيده. يا ربي امين. حول السلامه وهادشي اللي كنطلبوا من عند الله، وكنتمنى الله البنات يديروا معايا غير بالشفاء. ما يكون بس عندك، الله يعطيك صحتك وتحيه ليك وشكرا لك بزاف صالحه ام الحسن. مشكوره جدا دائما كتقدمي لنا الجديد.